ألوية معارضة ترفض الائتلاف السوري المعارض والحلف الأطلسي سيعتبر أي طلب تركي لنشر الصواريخ طلبا عاجلا. بعد أسابيع من القتال تمكن المقاتلون المعارضون من السيطرة على أكبر قاعدة عسكرية في محافظة إدلب إثر مواجهات عنيفة مع القوات النظامية. الجيش الحر سيطر على الفوج 46 العسكري على طريق حلب إدلب واستولى على 10 دبابات وعدد كبير من العربات العسكرية وكميات من الذخيرة. من ناحية ثانية أعلنت كتائب وألوية إسلامية في منطقة حلب بينها جبهة النصرة ولواء التوحيد وهما أكبر مجموعتين مقاتلتين في شمال سوريا رفضها ائتلاف المعارضة وأكدت توافقها على تأسيس دولة إسلامية. وتم الإجماع والتوافق على تأسيس دولة إسلامية عادلة ورفض أي مشروع خارجي من ائتلافات أو مجالس تفرض علينا في الداخل من أي جهة كانت. وفي وقت يرتقب أن تتقدم تركيا اليوم بطلب رسمي للحلف الأطلسي لنشر صواريخ باتريوت على الحدود مع سوريا، أكد الأمين العام للحلف الأطلسي أندريس فوغ راسموسن أن الحلف سيعتبر أي طلب تقدمه تركيا لنشر بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ على طول حدودها مع سوريا طلبا عاجلا.